السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ احلى متابعين قناة مون فاشون، يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كوفية شتوي انفينيتي نسائي حريمي بناتي. هنستخدم فيها خيط اليز ماكسي فلاور، طبعا احنا شايفين الفتلة بتاعته سميكة وفيها الفلاورز الملونة دي، شكلها جميل قوي. بتستخدم اصلا في عمل السكارفات والايس كاب. الشلة بتاعتنا 100 جرام وفيها الامتار 80 متر عشان الخيط بتاعها سميك، وبنستخدم فيها من 6 ل7 ابرة للشغل. انا استخدمت فيها هنا خيط ابرة رقم 6 ملليمتر، وهعمل الكوفية بتاعتي بالعرض مش بالطول. هقيس العرض بتاعي اللي انا محتاجاه واعمل عليه السلاسل واطلع بيه شغل الكوفية، علشان شغل بالطول بيديني شدة شوية في الشغل، لان انا هلفها لفتين، فبحب ان انا اعملها بالعرض عشان تبقى مرنة في اللف. وهنطلع الخيط بتاعنا من منتصف الشلة زي ما احنا متعودين. الفلاور اهي اللي هي في الخيط، مش محتاج مني غرزة. الخيط ده بالذات بتشتغليه بغرزة عمود بلفة علشان الفلاورز تبقى باينة جنب بعضها. انا عملت من الخيط ده قبل كده سالوبيت بيبي لونه روز، وفي الفلاورز دي كان شكله جميل قوي، فمعلش اعذروني في اللون الاسود النهاردة، هو ده المطلوب، فحبيت ان انا اعمله معاكم. هو سهل، مفهوش حاجة، مش يعني مفهوش اي صعوبة لاني ما استخدمتش غرزة. احنا بس هنعرف الطريقة لعمل السكارف او الكوفية الانفينيتي المقفولة. طبعا العمود بلفة طبعا كلنا عارفينه واشتغلنا بيه كتير لانه من اساسيات غرز الكروشيه. هطلع دلوقتي بالسلاسل بتاعتي مسافة 18 سنتي، من 15 ل 18 سنتي هيبقى عرض الكوفية. عايزاها 15، عايزاها 18، ما عملتهاش 20. تمام، انا طلعت بسلاسل مقاس من 15 ل 18 سنتي، طلعت معايا 18 سنتي. طلعت عليهم بغرز عواميد بلفة هي 15، بعد كده هدخل بتلاتة سلسلة مسافة عمود اول. انا ما خلصت الشغل، هي ادتني 18 سنتي في الشغل، ان الخيط بيمط معايا. هنطلع بتلاتة عمود بلفة، نلف الخيط، ندخل في الغرزة الرابعة. يعني الكوفية كلها هنشتغلها بعمود بلفة. هنخلص السطر الاولاني كله عمود بلفة عشان هنشوف هنرتفع للسطر التاني ازاي. اهو ده العمود بلفة. طبعا الابرة كبيرة والخيط سميك، هترمي معاكي بسرعة، هتخلصيها في ساعتين بالظبط تكوني مخلصة الكوفية ان شاء الله. سهلة جدا وشيك قوي في اللبس، وكمان بيبقى معاها ايس كاب زيها كده، وان شاء الله هعمله برضو معاكو. بس النهاردة قلت اعمل معاكو السكارف. هو طقم على بعضه سكارف وكوفية، سكارف وايس كاب سوري. كده خلصت السطر الاولاني، هرتفع بقى السطر التاني 3 سلسلة. نسيت اقول لكم حاجة، ان انا عملت 20 غرزة على ال 15 او 16 سنتي دول. 20 غرزة بتفضلي طالعة طول كل سطر، بتعدي الغرز بتاعتك 20 غرزة، ما يقلوش ولا يزيدوا علشان الكوفية تطلع مستقيمة معاكي. ده اساسي في شغل الكوفية اللي بالهارد. لو هتعمليها بعمود بلفة تفضلي تعدي الغرز بتاعتك. هندخل ازاي دلوقتي في الضلع الخلفي للغرزة. ارتفعت اهو 3 سلسلة، ما بتخشيش في السلسلة اللي تحت التلاتة سلسلة، بتخش في السلسلة اللي بعدها على طول عشان تفضل الكوفية محتفظة بالاستقامة بتاعتها في الشغل. هندخل في الغرزة الخلفية او الضلع الخلفي للغرزة، اللوب الخلفي او الباك لوب.
ده الغرزة عندنا، السلسلة عندنا جهة ضلعين، ضلع أمامي وضلع خلفي. بندخل على طول في الضلع الخلفي في كل دور، بتشتغلي في الضلع الخلفي عشان بيديكي تقليمة كده للغرزة، خطوط كده بارزة شوية، تمام. وهكذا هنطلع الكوفية كلها بالضلع الخلفي للغرزة اهو. طبعا مش بتبان قوي عشان في الفيونكات دي او الوردات اهي مديانة خطوط كده في النص، هنرتفع بيها بقى، تمام. وهجيلكوا اهو كده، انا ارتفعت بالكوفية بتاعتي، خلصت الشلة الاولانية. الشلة الاولانية عملت لي حوالي 54 لـ55 سنتي، دي الشلة الاولانية. اهو انا بقيسها لكم 54 سنتي، لان الشلة 80 متر. زي ما انا قلت لكم هي 80 متر، عملت معايا 54 لـ55 سنتي. هي الكوفية دي خدت مني 3 شلات، تمام. لان هي عملتها طولها 160 سنتي، عشان تلف معايا لفتين كبار كده وتبقى مريحة على الرقبة. عايزة انت تقلليها بقى تبقى ضيقة شوية عليكي، مفيش مشكلة. انت شفتها في الموديل شكلها جميل قوي. هندخل بقى، هو انا قلت اكمل معاكم الدور ده كمان من اوله اهو. العمود بتاعي الاولاني دي السلسلة دي لا، اللي بعديها دي بقى اللي انا بخش فيها في كل دور علشان ما يحصلش تناقص ولا تزايد. قلت اوريها لكم برضو دلوقتي، اخر حاجة في الشغل في الكوفية. وبنشتغل على طول في الضلع الخلفي، طول ما انت بتغيري الشغل بتشتغلي في الضلع الخلفي برضو، ما بتغيريش. بيبقى عندك الخط ده من الجهة الامامية والجهة الخلفية، طالما انت شغالة كل دور كده ما بتغيريش. واخر غرزة دي اللي بتبقى متنية شوية دي برضو بتدخلي فيها بالعدد بتاعك 20 غرزة. كل دور تعدي 20 عمود انت شغالة عليه، وبالتالي الكوفية هتطلع معاكي مستقيمة زي ما انت شايفة كده. عشان في ناس بتشتكي من ان الكوفية بتطلع طويلة عريضة من تحت وتطلع على رفيع، او تطلع رفيع وتطلع على عريض، يبقى يا بيحصل تناقص يا بيحصل تزايد كده. انا خلصت وهبدأ ان انا اقفل الكوفية بتاعتي. هاسهلكوا اهو، انا تانيها نصين هاسهلكوا عشان طبعا هتبقى طويلة قوي. اهي هتطلع دلوقتي النص ده هيطلع 80 سنتي اهو، 80 و80 يعني 160 سنتي، تمام. هنقفلها بقى بغرزة المنزلقة برضو في الضلع الخلفي برضو للغرزة، علشان تديني نفس التضليعة من قدام، مش هيبان خالص ان انتي قافلاها او عاملاها بالعرض. اوكي اهي، برضو هندخل في الضلع الخلفي للغرزة، تمام، بالمنزلقة بقى، بغرزة المنزلقة. ندخل كده نشد الخيط اهو معايا، الضلع الخلفي قدام الضلع الخلفي التاني، غرزة التثبيت. وبعد كده هبدأ ادخل الضلع الخلفي من هنا والضلع الخلفي من هناك، من الناحية دي ومن الناحية اللي هناك. هيديني الخط في المنتصف هو نفس التضليعة اللي احنا اشتغلنا عليها طول الكوفية، فمش هيبان خالص ان انتي عاملاها بالعرض، تمام. وكده كده هي مش هيبان لان الفلاورز كلها مدارية على الغرزة اصلا، هي اللي باينة بس. وكمان طلعت الفلاورز اللي في بين الخطين، درستهم من الامام، فما بانش اي حاجه. بتخلي بالك برضو لما تيجي تشتغلي ما تكتميش على الورده، تطلعيها من شغلك عشان ما تحبسيش عليها. وبعد كده تاخدي الغرزه بتاعتك عشان الوردات كلها تبقى صريحه وباينه،
اقول فيهم كات اهي، هتشوفوها بقى اهي من ورا، ولا اكنك اشتغلتي ولا قفلتي اي حاجة، اديت نفس التضليعة اللي احنا اشتغلنا عليها. وانا كمان طلعت الفلاورز حواليها من تحت، طلعتها من فوق مبقتش باين. هي كده خلاص ده شكلها النهائي، ولفتها لفتين اتنين اهو زي ما انتوا شايفين، شكلها لذيذ وجميل قوي. يا رب تكون عجبتكم ويكون الفيديو سهل بالنسبة لكم، ان شاء الله نقدر ننفذها بكل الاشكال والالوان وبكل الخيوط. ما تنسونيش في اللايك والشير سبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم أماني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.